أيها الآباء، أيها الأمهات، هم التربية فوق كل هم، لا يعصم من الذنوب سوى مراقبة علام الغيوب. اغرسوا فيهم عقيدة التوحيد تثبت بها قلوبهم، وتسكن إليها نفوسهم، وتنشرح بها صدورهم، وتلهج بها ألسنتهم، وتقوم عليها أعمالهم. ربهم على تقوى الله وخشيته ومراقبته، حتى لا يرجو الولد إلا ربه، ولا يخاف إلا ذنبه. يتعلقون بالله عز وجل، ويتوكلون عليه، ويتمسكون بكتابه، ويلتزمون بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالصبر والصلاة، ويذكرون الله كثيرا. اجعلوا طاعة الله لهم رثارا، والخوف منه شعارا، والإخلاص له زادا، والصدق جنة. ومن استحيا من الله بلغه عالي المقامات ورفيع المنازل. علموهم، علموهم أن الله سبحانه قد حكم أن لا يطيعه أحد إلا أعزه، ولا يعصيه أحد إلا أذله. العز مربوط بطاعة الله، والذل مربوط بمعصية الله. معاشر المربين، في سورة الإسراء، وفي سورة النور، وفي سورة الفرقان، وفي سورة لقمان، من الوصايا التربوية والآداب السلوكية ما يجسد عناية هذا الدين بأصول التربية ووسائلها وطرائقها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يا بني لا تشرك بالله، يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. يا بني أقم الصلاة، وأمر بالمعروف، وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور.